انا كان عندي استفسار بس، يعني هو موضوع بس انا هحاول اختصره يعني في كلمتين. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي والدي تقريبا عنده يعني سنه 65 سنة، 65، 90، 65 سنة. طيب تمام. ودلوقتي انا شاب لسه يعني بدأ في بداية عمري، عندي 25 سنة. طيب فانا يعني بادئ لسه، يعني محتاج ان انا مثلا اقف على رجلي، محتاج ان انا مثلا لو محتاج سفر، محتاج ان انا مثلا حد يساعدني مثلا. ايوه فهو رافض الموضوع خالص، يعني هو يعني انا ملطشه معايا زي ما بيقولوا من كل حته، هو رافض ايه بالظبط؟ وهو رافض طبعا انك تسافر يعني يعني مش وتسعى؟ محتاج، يعني هو ربنا مديله. هو يعني لو انا عارف ان هو يعني محتاج او مش هيقدر، فانا مش هبقى يعني عايز مساعدة مني. ايوه. فهو رافض المبدأ ده خالص، يعني طيب أنا دلوقتي معلش شايف معلش، إن عمري هو إن أنا رافض انك يعني تسافر ولا رافض انه يساعدك بالمال؟ هو رافض إن هو يساعدني بالمال. ايوه. تمام؟ ليه؟ ايه سبب بس رفضه؟ هي يعني تيجي مثلا الفكرة تقول له انا دلوقتي عايز اكون نفسي يا والدي وعايز ابدا بقى اتزوج واشتغل واعمل، فبيقول لك ايه؟ يعني بيقول لك مش عايز يديك ليه؟ هو الفكرة إن أنا لو اشتغلت هنا مثلا، لو أنا محتاج إن أنا أسافر، فأنا لو اشتغلت هنا يعني علشان أوفر الفلوس اللي هسافر فيها مثلا، هاخد وقت عم أكونها. فانت عايز تاخد منه مبلغ فهو عشان طبعا تسافر كان بيه. محتاج مساعدة منه مثلا، فهو رافض الفكرة إن هو يسفرني. ايوه، يعني هو عايزك تشتغل في بلدك وما تسافرش، صح؟ لا، اشتغل في بلدي بحيث ان انا اجمع الفلوس اللي هسافر بيها، وبعد كده اسافر ما اسافرش دي حاجة بقى ترجع لنا. تمام. طيب انت سؤالك دلوقتي ايه بقى؟ انا دلوقتي يعني هل انا كده عاقل الوالدين، ان انا مثلا لو انا دلوقتي هو والدي مش واقف معايا، والدك فانا مش طبعا ايه؟ يعني مش هبقى يعني والدي اللي ليا في الدنيا، طبعا انا هبقى حاسس بناحيتهم زي اي احساس واحد بيحس ناحية اب يعني والده طبعا. طيب محمد، انا عايز بس سؤال واضح الله يكرمك. انت دلوقتي حاسس بالذنب مثلا ان انت مش قادر تحب ابوك لانه رفض ان هو يساعدك عشان تسافر؟ ايوه هو ده، يعني انا كده غلطان؟ هل انا كده مثلا ان انا كده باجي عليه مثلا؟ طيب حاضر يا محمد، هنقل السؤال للشيخ عصام وان شاء الله تسمع الاجابه. بشكرك شكرا جزيلا. هو شاب يا شيخنا عنده 25 سنه، والده بيقول والدي معاه فلوس وميسور الحال، وانا لو عارف ان هو معهوش عمري ما كنت هطلب منه، لكن هو مش عايز يساعدني وانا عايز ابدا اكون نفسي والدنيا ملطشه معايا، فعايز اسافر واشتغل واكون نفسي. فوالدي رافض يساعدني، يقول لي لا اشتغل هنا ولما تبقى تجمع فلوس السفر ابقى اسافر بقى او قرر او خد القرار. فبيقول وصل بقى عندي احساس دلوقتي ان انا شايف ابويا قادر ان هو يساعدني وما بيساعدنيش، فحاسس ان انا مش عارف احب ابويا كأب، فهل ده يعتبر السؤال عقوق؟ هل بنتعامل مع ابائنا على انهم اي تي ام؟ لا طبعا المفروض لا. خطأ، هو مخطئ يعني، مع احترامي للاخ يعني. طيب افترض انك انت اللي مكان ابوك وطلب منك وانت لا يا بابا افضل خليك معانا هنا، يعكسها يكرهك؟ طيب السؤال رغم انك انت الحل العكس بالمناسبه، ايوه. مع والدك انت وملك لابيك لما يحتاج، العكس لا. ثم هل اللي انت محتاجه ده ضرورات لأنك محتاج تبدأ يعني عايز تعمل مشروع، عايز تعمل حاجة، عايز تسافر، هل مساعدة الأب ليك في هذا الأمر واجبة؟ لو واجبة يأثم شرعا، يعني هو يجاوب بقى، هل والدك اللي انت هتاخده منه ده ورفضه يملك وبزيادة وواجب فما ساعدكش؟ يعني معاه فلوس وعايز تتجوز وهتنحرف، ساعتها نقول للأب معلش لا لازم تحصن ابنك. ايوه. طب انما عمل يا هنا يا هناك، مش عايز يتحرم منك يا اخي، عايز اشوفك. عاطفه اب يعني، وهو في النهايه هل هتصير عاطفه تواجه بان عاطفه لا انا اكره الاب او مش عارف احبه؟ طيب لو اداك الفلوس حبيته؟ يعني ما هياش مكنه تحط الكارت فاحب، تشيل الكارت فاكره. نعم. لا علاقه الاب بابنه ولا علاقه الابن بابوه بهذا الشكل. لا، الاخ الكريم خرج
المال والماده وكذا من حكايه ان احبه او اكرهه. تمام. حتى الاب ده لو مشرك. ايوه. لا يجوز انك تكون عاق ولا تكون ولا تكرهه. ايوه. سيدنا ابراهيم مع ابوه صانع اصنام لحد اخر لحظه، يا ابت اتبعني يا ابت، وقال له ساستغفر لك ما لم ايه؟ يعني ما لم يمنعه رب سبحانه وتعالى. اه. وبعدين استغفر. وقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها إياه. وعدها اياه. نعم. تمام؟ وقال له ساستغفر لك يا ربي. انه كان بي حفي. اه. الشاهد اللي اقصده ايه؟ اب عابد اصنام، اصنام ابتعد ده عابد اصنام وصانع اصنام لحد ما مات. ايوه. ولم يكرهه ابوه. كره فعله، كره الكفر نفسه. طبعا. انما ما يكرهش الاب. ايوه. ونفس الحاله. حاجات بقى بهذا الشكل، فنيجي النهارده انا اقيم الاب او الام او العيله او الناس. او ما ادانيش. ادانا وما ادانيش. لا يعني القصه مش كده. في الواجب اه اللي يملك ماشي من حقك لو ده امر واجب. انما لو انت النهارده انسان عمل حادثه ولا لا مطلوب دي. أنا عشان كده اكدت عليه وسالته هو ليه مش عايز يديك؟ بيقول لك ايه؟ اه قال له ايه؟ قال لي ايه؟ اقعد واشتغل هنا وخليك موجود هنا بس. طيب ده عاطفه اب عايز ابنه هنا. يعني ايه القصه يعني؟ فهو بيقول لك بقى انا لما اشتغل هنا قدامي وقت طويل قوي عبال ما اقدر اجمع فلوس. هيسافر بره يبقى قدامه وقت مش طويل. للاسف الناس بتفكر ان بره ده لا خب انا شفت مستنون في المطار بعقود العمل. معظم اللي بيسافر الا فئات محدوده يعني. ايوه. معظم الناس اللي بتسافر الا اللي طالع من البدايه على عقد وحاجه والدنيا كلها. وبتبص بتلاقي انت اشتغلت في الخليج مثلا ولا بتاع، حوشت قرشين وكل شويه تبني. الفرق اللي بينك وبين اللي في مصر هو فرق في الزمن اللي بنى فيه. صح. وبناه له طعم، لان قرش على قرش وبنيه على ايده. انت كل شويه بتودي اخوك، جوز اختك، اخو مراتك، شوف طيب البياض لا صور لنا. ايوه. لا اعمل. مش ده اللي بيحصل في المسافرين؟ اكيد. عايز تتجوز عارف جاي في السريع، عايز عروسه على بسرعه عشان الكفيل ما ادانيش اكتر من شهر اجازه، وبعدين هوب ورا بعضه. انا مش بزيم في السفر معاذ الله، ما هو في السفر فيه كل حياتك بتقول ان كل حاجه ليها مميزات وعيوبها. عيوبها طبعا. يعني اقصد في النهايه وهو خلاص السفر ده بيبقى عامل المسافر ده عامل زي الميه المالحه. كل ما تشرب منها كل ما عطشك يزيد. ايوه. وتبقى نازل ما كانك مقطوع مخلوع من جذورك. طبيعي خاصه لما تروح في بلد ترتاح فيها وبلد كويسه ومعامله حلوه وناس محترمه بتفرق. ايوه. لكن في النهايه وانا مش ضد، مش بقول الناس تقعد ما اقول لك ما انت قاعد ما انت طيب بره واحنا قاعدين، لا انا بقول لك ان القصه في النهايه هي دي نظره الاب. الاب عايز ابنه معاه يقول لك يا اخي يمكن يجرى لي حاجه، مين هيقف على غسلي؟ ايوه. ماشي. لو الامر مش يعني مش رايح مثلا في بعثه علميه، مش شغلك وسفرك رايح شهرين ثلاثه وراجع، او شيء عاجل ضروري، انا ما بقول لك وجهه نظر الاب اللي بيعيشها وجهه نظر لا لازم واعمل ايه والدنيا، خلاص يا عم ابدا لحد لما هو يحس انك لا ما فيش حل ليه غير كده. هو يقول لك يا ابني خد اتفضل روح سافر. تمام. جزاكم الله خيرا يا شيخ.